السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلاب والطالبات، معكم عبد القادر فتح الله. النهاردة حلقة مهمة جدا، النهاردة حلقة المراجعة والتوقعات. هنتوقع مع بعض أهم الأسئلة والأنماط اللي بتيجي في الاختبار. قبل ما نبدأ حلقة المراجعة عاوز 100 لايك يا شباب على الفيديو، شجعونا انتوا كرمه واحنا نستاهل، وإن شاء الله النهاردة الحلقة تعجبكم، وحاولوا تعملوا شير لكل زمايلكم علشان يعرفوا بالحلقة قبل الامتحانات. انتوا عارفين ان الوقت ضيق، مع أهم الأسئلة والتوقعات للصف السابع. Stay tuned. General Revision Grade 7 قواعد الصف السابع، مراجعة عامة وشاملة. هنبدأ بالقاعدة الأولى يا شباب، وهي قاعدة Possessive S اللي هي أستاذ S الملكية، وإحنا عارفين إن إحنا عندنا نوعين من S الملكية بتيجي مع المفرد ومع الجمع. إن شاء الله سوف نشرح ذلك مع التدريبات والأمثلة. Expected Questions الأسئلة المتوقعة في الاختبار يا شباب. السؤال الأولاني: This is Ali. Ali's car. Ali's car. Ali's car, it must be very fast. مركز معايا، ملاحظ ان علي مفرد. طيب لما يكون علي مفرد او المالك مفرد بنستخدم ايه يا شباب؟ عاوزك تعمل choose، تختار الاجابة الصحيحة. مركز معايا هنا، علي مفرد زي ما قلنا، يبقى هنختار ايه يا شباب؟ هنختار apostrophe s. مركز معايا، لما يكون الاسم المالك مالك الشيء مفرد بنستخدم apostrophe s. apostrophe plus s زائد s، تمام؟ So this is Ali's car، يعني سيارة علي. It must be very fast، أكيد سريعة. Number two, the boys' class. The boys' class. The boys' class is big and modern. مركز معايا، كلمة boys اللي هي المالك، الاسم المالك، تمام؟ معاه S الجمع، وده بنسميه regular plural، يعني جمع منتظم بإضافة S. أوكي؟ عاوزين نعمل choose هنا يا شباب. مركز معايا، boys جمع. في الحالة دي يا أستاذ هنختار إيه؟ يا ترى هنختار S apostrophe ولا apostrophe s ولا بس الابوستروفي؟ في حالة لما يكون الاسم جمع يا شباب بنختار بس الابوستروفي، يبقى الإجابة هنا the boys class. ليه؟ لأن الاس أصلاً اوريدي موجودة، اللي هي اس الجمع موجودة في كلمة boys، يبقى كل اللي هنزيده بس يا شباب وهو الابوستروفي بعد الاس الجمع اللي موجودة في كلمة boys، يبقى the boys class is big and modern، يعني فصل الأولاد كبير وحديث. أوكي؟ Number three, Ahmed bought a car. Ahmed car is very new. مركز معايا، احمد اشترى سياره، سيارته جديده جدا. عاوزين نعمل هنا ايه يا شباب؟ add possessive s، عاوزين نزيد s الملكيه الفاصله او الابوستروفي s. مركز معايا، قلنا يا شباب لما يكون اسم المالك اللي هو احمد مفرد بنزيد ايه؟ الاجابه سهله وواضحه جدا يا شباب، نركز مع بعض، هنزيد ابوستروفي s. ليه يا استاذ؟ لان احمد مفرد. في الحاله دي يا شباب لما يكون الاسم المالك مفرد بنزيد ابوستروفي s، تمام؟ نمبر 4، My friends are very rich. My friends' cars are very expensive. Okay? نفس الشيء، add possessive s، عاوزين نزيد s الملكية أو الأبوستروفي بس يا شباب. مركز معاه، My friends are very rich، يعني أصدقائي أغنياء جدا. My friends اللي هي نفس الكلمة الجمع، cars are very expensive. اتفقنا لما يكون اسم المالك جمع يا شباب نزيد إيه؟ يا ترى هنزيد apostrophe s ولا بس الأبوستروفي اللي هي الفاصلة بس؟ طبعا في حالة الجمع يا شباب والجمع المنتظم اللي بيكون في اخره اس بنزيد بس الابوستروفي بس يا شباب بعد اسم الجمع. My friends' cars are very expensive. كده قاعدة البوزيسيف اللي هي قاعدة الملكية مع اس والابوستروفي واضحة وسهلة ان شاء الله. Let's move on. القاعدة الثانية هي قاعدة سهلة جدا. Have got, has got, have got, has got. الفعل معناه يمتلك، لديه، عنده. لما تيجي تشير الى البوزيشن، position اللي هي الملكية، التملك. طيب عندنا مجموعة من التدريبات المتوقعة في الاختبار إن شاء الله، تعالوا كده نشوفها مع بعض. Expected questions. Number 5, Ali a pet cat. أنا هنا عاوز أعمل correct. Correct يعني صحح الفعل. مركز إن علي مفرد. Have got يا أستاذ الانفينيتيف فورم اللي هي الصيغة المصدر الفعل النظيف من الفعل يمتلك. مع علي المفروض يكون شكل الفعل كده. هنقول يا شباب مع علي، هنقول Ali has got a pet cat. Ali's got a pet cat. Ali has got a pet cat. Okay? So number 6, my sisters have got some old coins. Okay? نفس الشيء، نفس التمرين. Correct، صحح الفعل. هنقول ايه يا شباب هنا مع my sisters؟ الفعل او الاسم الجمع، الفعل الجمع. في الحالة دي يا شباب لما يكون الفعل جمع يا شباب بنخلي have got بنفس الشكل، ما بتغيرش، فعل نظيف، فعل في المصدر بدون اضافات، يبقى have got مع الجمع. Okay? So number 7,
I have got a camera, okay؟ أنا عاوز هنا أعمل make negative, make negative يعني انفي الفعل. لما يجيك الفعل have got ويقول لك انفي، هتنفيه بإيه يا شباب؟ كلنا عارفين إن أنا في have إيه يا شباب؟ يلا نقول كده مع بعض. هنقول haven't got. I haven't got a camera, okay؟ I haven't got a camera, okay؟ So طيب لو جاني has got، نفي has got سهل يا شباب، نفيها hasn't got. Hasn't got. Hasn't got. Okay. Number 8. No, I haven't got a laptop. No, I haven't got a laptop. أنا هنا عاوز أعمل make a question. Ask a question. يعني اسأل سؤال. طيب إحنا عندنا السؤال هنا بيبدأ ب no. لو السؤال بدأ ب yes or no يا شباب، يبقى في الحالة دي لازم تفكر في فعل مساعد تبدأ به السؤال. طيب أنا عندي هنا have في الجملة. طيب والضمير I بيحول في السؤال إلى you. لما اجي اكون السؤال حواليه يا شباب، شوف كده شكل السؤال، لو فكرت حل معايا. يلا نقول have you got a laptop. Have you got a laptop. في الحاله دي يا شباب احنا عملنا ايه؟ قدمنا الفعل المساعد على الفاعل وحولنا الضمير اي الى يو في السؤال. So present simple، المضارع البسيط يا شباب، قاعده المضارع البسيط قاعده مهمه جدا. المضارع البسيط زي ما احنا عارفين بيتكون من فعل زي الاسم مع المفرد، فعل نظيف مع الجمع. يعني لو قلنا علي نقول sleeps، لو قلنا boys نقول sleep. مركز معايا، ده الفعل النظيف يا استاذ مع الجمع، يبقى فعل زي الاسم مع المفرد، فعل نظيف مع الجمع. طيب تعالوا نشوف الاسئله المتوقعه في الاختبار ان شاء الله. Number 9. Ali always sleeping early at night. مركز معايا، always ظرف من ظروف التكرار مع المضارع البسيط، دايما يجي كعلامه من علامات المضارع البسيط. طيب الضمير او الفاعل علي مفرد يا شباب. طيب لما يكون الفاعل مفرد وعاوزين نعمل تشوز نختار الإجابة الصحيحة، هنختار إيه يا شباب؟ Ali always فكرت؟ يلا نحل. Ali always sleeps. Sleeps فعل زي الإس، أوكي؟ Number 10. We sometimes go goes going to school by bus. تشوز برضو يا شباب. We جمع، sometimes ظرف من ظروف التكرار مع المضارع البسيط. هنستخدم إيه يا أستاذ؟ مع الفاعل الجمع أو الضمير الفاعل الجمع. دايما مع الجمع بنستخدم الفعل النظيف، يبقى الإجابة هنا يا شباب go. We sometimes go to school by bus. Okay. Number 11. Ali runs very fast. لاحظ runs ليه؟ لأن علي مفرد. طيب لما أحب أعمل نيجاتيف هنا يعني أنفي الفعل، مركز معايا ومتذكر القاعدة، لما يكون الفعل زي الإس ننفي بإيه يا شباب؟ طبعا هننفي ب doesn't، بس خلي بالك doesn't بيجي وراها فعل نظيف، يبقى شكل الايه الاجابه هتكون كالاتي. تعالوا نجاوب مع بعض. Ali doesn't run very fast. Doesn't، ومركز معايا الناس اللي بتكتب doesn't غلط، d o e s n apostrophe t، ورن فعل نظيف. اوكي. Number 12. They go to school by bus. They go to school by bus. يروحون المدرسه بالباص. عاوزين نعمل a question. Question يعني كون سؤال. طيب انا هنا اعطيك الفعل go فعل نظيف، وأعطيك باي باس باللون الأخضر، عاوز أسأل عن باي باس كوسيلة مواصلات. لما أحب أكون سؤال مع عن وسائل المواصلات هستخدم إيه؟ هستخدم أداة الاستفهام هاو، بس خلي بالك الفعل جو فعل نظيف، لازم له فعل مساعد بيجي مع الجمع اللي هو دو، يبقى هنكون السؤال بالطريقة دي يا شباب. هاو دو they go to school. هاو دو they go to school. أوكي؟ يعني كيف يذهبون إلى المدرسة؟ تمام؟ السؤال رقم 13. Sarah sleeps at 10 o'clock every night. يعني سارة تنام الساعة 10 تماما كل ليلة. أنا هنا شكلي كده عاوز أكون سؤال كمان، بس مع Sarah المفرد. إحنا هنا عندنا كلمات كتيرة ممكن نسأل عنها، عن Sarah، عن 10 o'clock، تمام؟ أوكي. طيب لما أحب أسأل عن 10 o'clock يا شباب، يعني وقت أو ساعة محددة، الساعة 10، وتيجي تسأل عن الساعة المحددة دي هتقول إيه؟ بس خلي بالك لاحظ ان فعل sleeps فعل زي الاس، لما تيجي تكون سؤال لازم لك فعل مساعد مع المفرد اللي هو does، وdoes بيجي وراه فعل نظيف، يبقى شكل السؤال هيكون كالاتي يا شباب. What time does Sarah sleep every night؟ يعني ما الوقت اللي بتنام ساره فيه كل ليله؟ طبعا الاجابه at 10 o'clock. اوكي. وينفع تقول when does Sarah sleep every night؟ ممتاز. وطبعا الناس اللي بتحب تسال بهو دايما، لو كان الفاعل بادئ باسم ينفع انك تسال بهو، يعني ممكن تشيل سيرا وتحط هو WHO عشان الناس بتكتبها غلط برضو. اوكي. فهنكتب نقول ايه يا شباب؟ Who sleeps at 10 o'clock every night. Who sleeps at 10 o'clock every night. ممتاز. طيب كده احنا خلصنا المضارع البسيط. Let's move on. القاعدة يا شباب دي قاعدة سهلة جدا، اسمها the gerund. The gerund الverb plus ing، الفعل زي ing،
ممتاز جدا وسهل جدا، وعاوزك تركز علشان نتعامل مع التدريبات المتوقعة في الاختبار إن شاء الله. عندنا السؤال ده بيقول يا شباب ألي لايكس إير فيش، مركز معايا، ألي لايكس إير فيش. أنا هنا الفعل لايك يا شباب، أول لما أشوفه على طول أتذكر إيه؟ أتذكر الجيرند اللي هو الفيرب بلس أي جي بعد الفعل لايك. يبقى شكل الإجابة لما نعمل كوريكت صح الفعل هيكون شكل السؤال أو شكل الفعل كالآتي. تعالوا كده نجاوب، ألي لايكس eating fish. Ali likes eating fish. Okay. Number 15. I enjoy swimming the sea. نفس الشيء الفعل enjoy اللي معناه يستمتع يا شباب. أنا عاوز أعمل correct. صحح الفعل. الفعل enjoy زي الفعل like بيجي وراه ing أو الجيرند اللي إحنا بنقول عليه. تعالوا نجاوب مع بعض. I enjoy swimming. I enjoy swimming in the sea. أنا أستمتع بالسباحة في البحر. Number 16. We prefer play plays playing football. من شكل السؤال عاوزين نعمل تشوز، نختار الإجابة الصحيحة. الفعل prefer زي الفعل like وزي الفعل enjoy، يعني بيجي وراه الجيرند اللي هو الفيرب بلس ing. يبقى هنجاوب كلنا مع بعض، يلا. إجابة الفعل playing، يبقى الإجابة playing. We prefer playing football، okay؟ We prefer playing football، okay؟ So السؤال رقم 17. فهد is good at speaking English. كمان معانا حروف الجر يا شباب. وزي ما احنا عارفين كل حروف الجر ما عدا تو بحالات استثنائيه، كل حروف الجر بيجي وراها اي ان جي، يعني good at, interested in, keen on، اي حرف جر يا شباب وانت مغمض على طول بيجي وراها اي ان جي. يبقى الاجابه هنا لما نعمل تشوز ونختار الاجابه الصحيحه مع الصفه good at جيد في، يبقى هنختار ايه يا شباب؟ هنختار الاجابه speaking. Well done. So the present continuous tense زمن المضارع المستمر، وزي ما احنا عارفين زمن المضارع المستمر بيكون من ايه؟ am, is, are, verb plus ing. am, is, are, verb plus ing. وطبعا احنا عارفين ان am بتيجي مع I وis مع المفرد وare مع الجمع. ممتاز. طيب اوعى تنسى الكلمات الدالة اللي بتيجي مع المضارع المستمر يا شباب، وهي now, look, listen, at this moment. now, look, listen, at this moment. ممتاز. طيب مع الأسئلة المتوقعة إن شاء الله نشتغل. Number 18. Mom cook lunch in the kitchen now. مركز معايا مع الكي وورد اللي أنا أعطيها لك باللون الأخضر now. لما تشوف كلمة now على طول تتذكر القاعدة بتاعتنا اللي هي am is are verb plus ing. يبقى الفعل cook مع mom المفرد. نصحح الفعل، نصحح الفعل، قلنا مع mom المفرد هنختار إيه يا شباب؟ is cooking. is cooking ليه يا شباب؟ لأن mom مفرد يبقى لازم تاخد is، و now موجودة يبقى is cooking الإجابة يعني تطبخ الآن في المطبخ. So 19. The girls write their lessons at the moment. Okay. الفتيات يكتبون دروسهم في هذه اللحظة في وقت التحدث. Okay. عاوزين نعمل correct يا شباب، نصحح الفعل. The girls اسم وفاعل جمع، يبقى لازم هياخد إيه؟ هياخد are، و at the moment من الكلمات اللي بتيجي مع المضارع المستمر، يبقى لازم الإجابة تكون بالشكل ده. فكرت؟ يلا نحل مع بعض. يبقى الإجابة are writing. The girls are writing their lessons at the moment. Okay. Number 20. Dad sleep is sleeping sleeps now. مركز معايا من شكل السؤال، عاوزين نعمل choose. مركز مع كلمة now وdad مفرد. يبقى الإجابة sleep ولا is sleeping ولا sleeps. مع كلمة now لازم نجاوب بإيه يا شباب؟ لازم نجاوب بالفعل is sleeping. ليه؟ لأن ده مضارع مستمر. 21. I am reading a story at this moment. I am reading a story at this moment. هنا يا شباب لو انت شايف السؤال عاوزين نعمل ايه هنا يا شباب؟ عاوزين نكون سؤال. لما تشوف الجملة دي وتشوف ask a question يعني كون سؤال. طيب انا اعطيك باللون الاخضر على الاكتيفيتي النشاط. I am reading a story. انا عاوز اسأل عن النشاط. انا اقرأ قصة في هذه اللحظة في وقت التحدث. اوكي؟ انا عاوز اقول لك انت بتعمل ايه الآن؟ ماذا تفعل في هذه اللحظة؟ مركز معايا أداة الاستفهام اللي دايما تسأل عن النشاط what. طيب أنا عندي I و am، أنا عارفهم في السؤال بيحولوا إلى are you. ممتاز. وده طبعا بسأل عن reading، فما ينفعش إن أنا أقول reading، لازم أقول doing. أوكي؟ يبقى شكل السؤال هيكون إيه يا شباب؟ يلا بينا نقولها مع بعض. What are you doing at this moment? What are you doing at this moment? أوكي؟ يعني ماذا تفعل في هذه اللحظة في تلك اللحظة اللي أنا بتكلم فيها؟ What are you doing؟ طبعا الإجابة I am reading a story at this moment. I am reading a story at this moment. Okay.
So كده خلصنا المضارع المستمر. Adjectives, adverbs يعني الصفات والظروف يا شباب. طبعا احنا عندنا علامات على الصفة وعلامات على الظرف. من علامات الصفة ان الصفة بتصف الاسم وتأتي قبله. الصفة لا تجمع في اللغة الانجليزية. الصفة يأتي قبلها am, is, are. الصفة يأتي قبلها a او an لما يكون وراها اسم. اوكي. اما بالنسبة للظرف زي ما احنا عارفين, الظرف يصف الفعل ويأتي بعده. مركز. الظرف يتكون من الصفة plus ly مع ظروف الريجولر اللي هي المنتظمة في حالات شاذة طبعا, زي fast تظل fast, hard تظل hard, late تظل late, و good بنحولها الى will. ممتاز. طيب اما بالنسبة يا شباب الفرق بين الصفات والظروف من خلال التدريبات والامثلة, تعالوا نشوف التدريبات المتوقعة معنا. Expected questions. My dad is driving his car careful. مركز معايا. My dad is driving his car careful. هتتعامل مع الجملة دي ازاي يا شباب؟ ركز معايا الفعل driving. Driving his car. معايا؟ هنا driving فعل. واحنا اتفقنا من شوية لما نحب نعمل correct the word, نصحح الكلمة اللي موجودة بين الأقواس. اتفقنا ايه اللي بتيجي مع الفعل وايه اللي بيوصف الفعل؟ الظرف. يبقى في الحالة دي careful هيكون بالشكل الآتي. Carefully. My dad is driving his car carefully. يعني والدي يسوق سيارته بحرص. Carefully بحذر. اوكي. عملنا ايه؟ زدنا ly في نهاية الصفة يا استاذ. Number 19. The players played very good last match. اوكي. انا عاوز اعمل correct the verb. صحح الفعل هنا يا شباب. الصفة good لما تحب تصححها يا استاذ, خلي بالك بعد الفعل played. Played very. لعبوا. هتقول ايه؟ كويس, بشكل كويس. يبقى الصفة معنا هيكون بالشكل الآتي. Well. مركز معنا. The players played very well last match. Okay. 20. Ahmed is a heavier smoker. He should quit it. مركز معايا. أحمد مدخن كثيف غرير شديد, بيدخن كتير. يبقى احنا عندنا smoker اسم. ولاحظ عندنا علامة من العلامات الموجودة is و a, بتذكرك بإيه لما تشوف is و a على طول بتذكرني بالصفة. يبقى لما نعمل choose هنختار إيه يا شباب؟ أحمد is a heavy smoker. ليه قلنا heavy وما قلناش heavily؟ لأن heavy قبلها is و a, ودي من علامات الصفة يا أستاذ. تمام. أما heavily بتيجي مع الظرف, هتلاقيها بعد الظرف. تمام. لكن أنا عندي هنا smoker اسم, فما ينفعش أقول is a heavily smoker, غلط. أوكي. So, 21. I always work at a school. Hardly, hardest, hard at a school. مركز معايا. أنا هنا عاوز أعمل تشوز. I always work. الصفة أو الفعل work دايما يجي وراه إيه؟ يجي وراه ظرف بيصفه. خلي بالك إحنا قلنا الظرف هنا ظرف شاذ. خلي بالك يعني لما تيجي تفكر في الظروف الشاذة لازم تبقى عارف إن الظرف من, ها؟ الإجابة هنا الأول هنقول إيه يا شباب؟ أنا مش عاوز أقول, عاوزك أنت اللي تقول I always work hard. لاحظ إن الصفة hard ظرف كمان يا شباب وبدون إضافة ly. طيب لو ضفنا للصفة hard ly هيتغير معناها خالص ويكون معناها hardly اللي هي معناها بصعوبة أو بالكاد, ودي تفيد النفي يا شباب. تمام. يبقى الإجابة بتاعتنا work hard. أوكي. My family lives happier at Kuwait City. أنا هنا عاوز أعمل تشوز برضو, وده آخر سؤال معانا في الصفات والظروف. لما تيجي يا أستاذ تفكر تقول My family lives. Lives يعني تعيش. تعيش هنا فعل, يبقى أنا محتاج ظرف يصف الفعل يعيش. تعيش بإيه؟ Happy, happily, happier at Kuwait City. لما تيجي تفكر في الإجابة لازم تقول يا شباب My family lives happily. ليه يا شباب؟ Happily ظرف يا أستاذ بينتهي بـ-ly, وخلي بالك هنا happy كانت الحرف الأخير فيها y, لما زدنا ال ly حولنا الحرف ال y إلى i علشان تبقى عارف القاعدة كويس. يبقى my family lives happily, تعيش بسعادة في مدينة الكويت. أوكي. زي ما انتم شايفين القاعدة سهلة جدا يا شباب. طيب let's move on. Imperative قاعدة الأمر, وكما نعلم إن الأمر في اللغة الإنجليزية يبدأ بالفعل النظيف plus object زائد المفعول. يبقى الفعل النظيف زائد المفعول. ممتاز. طيب تعالوا كده نشوف الـ expected questions. Always keep your class clean. دايما حافظ على نظافة صفك. لما تيجي هنا تعمل choose وتختار الإجابة الصحيحة لسه قايل دلوقتي حالا,
الأمر يتكون من الفعل النظيف. فين الفعل النظيف في الثلاثة يا شباب؟ keeps, keep and keep. طبعا كلنا عارفين ان الإجابة keep، فعل نظيف زائد مفعول زي ما قلنا. اوكي، never waste wastes wasting your time، لا تضيع وقتك ابدا. وده يا شباب لما تيجي تفكر تنفي الفعل الامر مع never، تقول never مع الفعل النظيف هتقول يا شباب عاوزين نعمل تشوز، اجابتنا سهله وعاوزين نحل بقى على طول، never waste، never waste. ممتاز. play with classmates in the classroom، العب مع الطلاب او مع اصدقاء الفصل زملائك في الفصل in the classroom. عاوزين نعمل negative هنا شباب، ننفي الفعل play اللي هو مكتوب باللون الاخضر. خلي بالك دي قاعدة من قواعد الفصل، انك تلعب ولا ما تلعبش في الفصل. لما تحب تنفي دايما تستخدم ايه يا استاذ مع الفعل النظيف؟ افتكر كده من المضارع البسيط، الفعل النظيف بننفيه بكلمة don't. يبقى لما نحب ننفي هنقول ايه؟ don't play with classmates in the classroom، المدرس بيقول لا تلعب مع زملائك في الفصل داخل الصف. don't، دايما يا استاذ تنفي الفعل الامر بكلمه don't وراها فعل نظيف، don't play with classmates in the classroom. اوكي، so let's move on. المعدود والغير المعدود يا شباب، المعدود هو الاسم المفرد الذي له جمع يسبقه او ان في حاله المفرد، يتبعه اس في حاله الجمع. اما غير المعدود هو الاسم الذي ليس له جمع ودائما مفرد، ما ينفعش ان احنا نستخدم a او an، وما ينفعش ان احنا نزيد الاس في حاله الجمع. تمام، طيب تعالوا كده نشوف مع بعض التدريبات المتوقعه معانا النهارده. choose the correct word، هنحاول نحل بسرعه يا شباب. 30 there is or were some water in the bottle. مركز معايا كده، انا عندي some water كلمه غير معدوده يا استاذ، يبقى هتاخد ايه؟ جاوب معايا على طول، there is. 31 there is or was some cars in the parking lot. some cars الاسم الجمع يا شباب اللي فيه اس هو، لما تحب تختار تختار ايه يا شباب في حاله الجمع؟ هنختار ار يا استاذ. ممتاز. 32 there is a an any pencil on the desk. مركز معايا، pencil اسم مفرد بيبدا بحرف ساكن، الاسم المفرد الذي يبدا بحرف ساكن ياخد ايه يا شباب؟ ياخد a. there is a pencil on the desk. 33 there is a an any apple on the table. اسم مفرد برضو يا شباب بس بيبدا بحرف متحرك اللي هو يبقى على طول اجابتنا an. there is an apple on the table. لما يكون الاسم المفرد بيبدا بحرف متحرك تاخد an. 34 there is any some many tea in my cup. مركز معايا، الجمله اثبات is وتي غير معدود، يبقى هناخد any ولا some ولا many. اللي بتيجي مع الإثبات يا أستاذ بتاخد على طول some. There is some tea in my cup. Okay. 35 there aren't some any much tables available in the restaurant. Okay. مركز معايا، بقول لا يوجد طاولات مناضد كافية في المطعم. لاحظ إن aren't نفي ومعدود tables، يبقى هناخد إيه يا شباب؟ النفي مع المعدود، على طول بنفكر في كلمة any. Okay, there aren't any table available in the restaurant. Okay, 36 are there some any much guests at home. مركز، هل يوجد ضيوف في البيت؟ معايا ده سؤال، و are اللي هي بتيجي مع المعدود guests، يبقى هناخد ايه يا شباب مع حالة السؤال؟ لما تيجي تشوف تلاقي سؤال يبقى على طول تختار ايه؟ any. Okay, so I have got some pens in my bag. I have got some pens in my bag. الجملة 37 أنا عاوز أعمل نيجاتيف معاها. مركز معايا، عاوز أنفي have وأنفي some. هل يا ترى في نفي لسم؟ طبعا في نفي لسم. تعالوا كده ننفي مع بعض. نفي have إيه يا شباب؟ haven't. ولو has تبقى hasn't. طيب مع النفي بنستخدم some ولا بنستخدم كلمة تانية إحنا خدناها في الاختياري دلوقتي؟ هناخد any. يبقى I haven't got any pens in my bag. I haven't got any pens in my bag. عملنا ايه يا شباب؟ نفينا have haven't وبدلنا some بكلمة any اللي بتيجي مع النفي والسؤال. So how many how much لما بتيجي تكون سؤال يا أستاذ مع أداة الاستفهام، how many بتيجي مع المعدود، how much بتيجي مع غير المعدود. تعالوا كده نشوف الأسئلة. 38 how many how much books do you read every month. مركز، ده سؤال يا أستاذ مع كلمة books تاخد ايه؟ السؤال عاوزك تركز معانا، تاخد how many ولا how much لما بتقول كتب تقرأها كل شهر؟
ده سؤال أستاذ لازم تستخدم معاه لما نيجي نعمل choose. لما نيجي نعمل choose هنختار how many. ليه؟ لأن box معدود يا أستاذ. How many, how much money do you earn a month؟ يعني كم كمية الفلوس اللي بتقبضها كل شهر؟ How many, how much do you earn a month؟ عاوزين نعمل choose. طبعا كلمة money غير معدودة، هتقول لي ازاي يا أستاذ؟ هقول لك بص في نهاية الاسم مفيش اس، يبقى في الحالة دي بنتعامل مع money على إنها غير معدودة، يبقى هنختار ايه؟ how much. Okay. There are 25 students in the class. There are 25 students in the class. 25 طالب في الصف. أنا عاوز ask a question. نكون سؤال عن المعدود 25 students. Okay. لما تيجي تسأل عن العدد دايما هتسأل ب how many. ممتاز. بس خلي بالك لازم تجيب بعد how many الكلمة اللي أنت بتسأل عنها وهي كلمة students. يبقى ما ينفعش تقول how many من غير كلمة students. Okay. لازم تقول how many students. ممتاز. وفي حاجة تانية انك تقدم الفعل المساعد على الفاعل. يبقى هنقول يا شباب how many students are there in the class. لاحظ تقديم وتأخير there are اصبحت are there. How many students are there in the class. 41. I have got much food to eat today. يعني عندي طعام كثير لكي أكله اليوم. أوكي أنا برضو هنا عاوز ask a question. وخلي بالك much food اللي هي طعام كتير أو طعام قليل، أنا هنا بسأل عن الكمية لأن food غير معدودة. لما تحب تسأل عن الكمية هتستخدم إيه؟ هتستخدم how much وتقدم وتأخر يا أستاذ، ويبقى شكل السؤال بتاعنا كالآتي: How much food have you got? How much food have you got? أوكي يعني كم الطعام اللي لديك؟ أوكي سو يبقى إحنا عرفنا يا شباب الفرق بين how many لما تيجي تسأل عن المعدود و how much لما بتيجي تسأل عن الكمية أو الغير المعدود. عندنا يا شباب حالة if الأولى if conditional type 1. if يا أستاذ معناها إذا أو لو، بيجي وراها مضارع بسيط في الحالة الأولى فاصلة وبعد كده يجي will في الحالة أو في الجملة الثانية. وخلي بالكم if ممكن تيجي في نص الجملة، ولو جت في نص الجملة هنبدأ ب will if وبعد if نجيب مضارع بسيط. أوكي طيب خلينا نشوف التدريبات. 42. if you eat healthy food you will be is healthy. مركز معايا. If you eat healthy food you will be is healthy. عاوز اقول لو اكلت او لو تاكل طعام صحي سوف تكون صحي او جسمك سوف يكون صحي. لما تيجي تعمل choose هنا تختار الاجابه الصحيحه. هتتعامل مع if مضارع بسيط في الجمله الثانيه لازم تختار ايه يا شباب؟ will be healthy. اوكي. 43. if I finish my lessons today I go to the club. اوكي لو اخلص دروسي اليوم اذهب الى النادي. انا عاوز اعمل correct يعني صحح الفعل يا استاذ. مركز معايا if وراها مضارع بسيط finish فعل نظيف مع I. if I finish my lessons today على طول لازم تختار will go. will go سوف اذهب. اوكي يبقى if مضارع بسيط will في الجملة الثانية بعد الفصلة زي ما احنا شايفين يا شباب. if Ali run fast he will win the race. لاحظ if Ali المفرد عاوز اعمل correct the verb صحح الفعل مع علي يا شباب. الشق الاول بعد اف يا شباب لما تيجي اف في اول الكلام قلنا بيجي وراها مضارع ولاحظ بوجود will win في الجملة الثانية بعد الفاصلة. تمام لما احب اصحح الفعل run هيكون شكله كالاتي تبقى الاجابة runs. if Ali runs fast he will win the race. اوكي ده بالنسبة للحالة الاولى يا شباب. let's move on. if conditional type 2 الحالة الثانية من اف يا شباب. if ماضي بسيط فعل في التصريف الثاني اللي هو verb 2 فاصلة وبعد كده نجيب would plus infinitive verb الفعل النظيف يا شباب. طيب لو if جت في نص الكلام يا شباب نبدأ ب would. would plus infinitive verb if plus simple past فعل في الماضي البسيط التصريف الثاني للفعل ودي تذكرة بسيطة قبل ما نبدأ في الحل. تعالوا كده نشوف التدريبات. if I were rich I will help would help helped poor people. يعني لو كنت غني لاحظ استخدام were مع I مع ان I المفروض تقول was. if I was rich طيب لكن انا هنا هقول if I were you if I were rich if I were a rich man لو كنت رجل غني. مركز معايا قلنا were بدلا من was. ليه؟ للاستحالة ودي دايما بتيجي مع الحالة التانية من if يا شباب. وخلي بالك دايما الحالة التانية بنستخدمها على هيئة نصيحة لما تيجي تنصح تقول if I were rich لو كنت غني لو كنت غني I will help would help help poor people انت بتكلم الناس فهتقول ايه الافتراض التاني دايما يكون would help لما نعمل choose هتكون الاجابة
would help. ممتاز. If I were rich, I would help poor people. لو كنت غني، بتكلم ربعك، أصحابك. لو كنت غني كنت هساعد الفقراء. Okay. So, if Omar studied hard, he passed the exam. أنا عاوز أعمل correct the verb، صحح الفعل. خلي بالك من الفعل اللي بلون الأخضر studied. بركز لو عمر درس، درس ده صعب يحصل دلوقتي لأن خلاص عدينا. Okay. If Omar studied hard, he passed the exam. لو كان درس، he passed the exam. دايما مع الفعل الثاني بعد الفصلة هنقول would pass. So, if I have free time, I would visit my relatives. صحح. عاوز أعمل تصحيح الفعل يا شباب. لما نيجي نصحح الفعل have يا شباب، ولاقي في الجملة الثانية كلمة would visit. يبقى إيه اللي ناقص بعد if يا شباب؟ بعد if يجي دايما ماضي بسيط. طيب الفعل have الماضي منه إيه يا شباب؟ يلا نصحح مع بعض الفعل. طبعا احنا عارفين كلنا ان الفعل have الماضي منه had. يبقى الاجابه هنا had. If I had free time, I would visit my relatives. ممتاز. طيب يبقى الحاله الثانيه كمان سهله. القاعده دي في منتهى الاهميه يا شباب، وهي قاعده السؤال المذيل. والسؤال المذيل ليس معناه سؤال مذيل لانه بيجي في نهايه السؤال ودايما يسبقه فصله وينتهي به علامات استفهام. تمام. طيب السؤال المذيل في اللغه العربيه معناه اليس كذلك في معظم الحالات. لما نيجي كده دلوقتي ونشوف مع الامثله ونحاول نشرح ونوضح شوية مع الأمثلة. أحمد isn't good at math. Is he? Isn't he? He isn't. مركز معايا. Isn't. Isn't فعل منفي. لما تيجي تفكر في سؤال مذيل لازم تفكر في الإثبات، لأن الفعل منفي والسؤال المذيل إذا كان الفعل الأول منفي يجي الفعل الثاني مع السؤال المذيل في الإثبات. والضمير من أحمد ينفع أقول هي ولا شي يا شباب؟ يبقى الإجابة هنا هتكون شكلها إيه يا شباب؟ الإجابة هنا is he. ليه is he؟ لأن isn't نفي وأحمد الضمير بتاعه هي، يبقى كده الإجابة مضبوطة. Ali was at school last week. Was he? He wasn't. Wasn't he? مركز. Was إثبات. وعلي، يبقى الإجابة على طول يا شباب إيه؟ Wasn't he? Wasn't he? Okay. Ali was at school last week. Wasn't he? So أليس كذلك؟ The boys can play PS4 online. Can't they? Can they? They can't. مركز. أنا عندي الفعل كان يا أستاذ فعل مساعد، لما تيجي تنفي تنفيه بإيه؟ تنفيه بكانت والضمير من the boys، يبقى الإجابة can't they. The boys can play PS4 online. Can't they? So we will travel to Oman tomorrow. We will travel to Oman tomorrow. لاحظ إن استخدام will في الجملة الأولى إثبات، يبقى لازم تيجي في النفي ونبدل، يبقى الإجابة هتكون يا شباب won't we. We will travel to Oman tomorrow. Won't we? So, you mustn't eat in the class. لا يجب أن تأكل في الفصل. مركز. Mustn't نفي يا شباب. لما تيجي أو يجي الفعل المساعد في الأول نفي، نجيبه في الإثبات ونبدل يا شباب. يبقى الإجابة هتكون بالشكل ده. Must you? You mustn't eat in the class. Must you? أليس كذلك؟ ركز معاه بقى في الجملة الأخيرة دي يا شباب. Talal sleeps early every night. Sleeps فعل زي الإس، وكأنك بتنفي الفعل في زمن المضارع البسيط تماما. لما تيجي تنفي الفعل اللي فيه اس sleeps هتقول ايه؟ هتقول doesn't. تمام. طيب وطلال ضمير مذكر من طلال، تبقى هي، تبقى الاجابه doesn't he. طيب لو انا قلت هنا بدل ما اقول sleeps قلت sleep مثلا، هنقول don't. ولاحظ مثلا لو كان الاسم boys يبقى they، يبقى don't they. طب لو قلنا slept لازم تفكر في didn't. لو كانت slept تبقى didn't، وان كان طلال يبقى didn't he، وإن كانت boys تبقى didn't they. أوكي؟ مهم جدا يا شباب مراجعة قاعدة السؤال المذيل. Linking words الكلمات الرابطة، وإحنا عندنا رابطين مهمين جدا يا شباب، وهما so و because. وزي ما إحنا عارفين استخداماتهم سهلة. So معناها لذلك، بيجي وراها نتيجة. Because معناها لأن، ودايما بيجي وراها السبب. تعالوا نشوف التدريبات. I didn't go to school. I was sick. ما رحتش المدرسة، كنت مريض. كنت مريض ده سبب. يبقى لما نيجي نعمل choose هنختار ايه؟ الإجابة سهلة جدا، نجاوب بقى بسرعة. الإجابة because. I didn't go to school because I was sick، لأني كنت مريض. تمام. السؤال 55. I have an exam tomorrow because so but I need to study hard. لما نيجي نعمل choose، عندي اختبار محتاج ان انا ادرس. اختبار ده سبب، محتاج ان انا ادرس دي نتيجة. يبقى هنقول يا شباب so I need to study hard. اوكي. زي ما اتفقنا ان so بيجي وراها نتيجة. يبقى علشان نلخص القاعدة بتاعتنا نشوف كده. Because
قبلها نتيجة وبعدها سبب. أما سو قبلها سبب وبعدها نتيجة، مهم جدا إنك تعرف الفرق بين دول. كلاس تيست يا شباب سؤال اختياري على هيئة قطعة، اختيار من متعدد، عاوزك تركز وهنحل الإجابات على طول مع بعض. Choose the correct answer between brackets. Ahmed is a smart boy. He can study, studies, studying his lessons by himself. مركز معايا، عندي الفعل الناقص can دايما بيجي وراه ايه يا شباب؟ دايما بيجي وراه فعل نظيف. يبقى لما نيجي نجاوب هنقول ايه يا شباب؟ He can study. He can study. الإجابة he can study فعل نظيف يا شباب. Okay. He can study his lessons by himself. يدرس دروسه بنفسه. And but so he needs some help with math. محتاج بعض المساعدة مع الماث، يعني إلا الماث. لما نيجي نقول تناقض أو تحس إن الأفكار مش متناسقة هنا في الجملة دي، معتمد على نفسه لكن بيحتاج مساعدة في الماث، يبقى هنجاوب نقول يا شباب but he needs some help with math. okay. مركز إن but يا شباب بتيجي مع الجمل المتناقضة، فكرة متناقضة عكس مختلفة عن فكرة تانية. His father always helps him her it's to solve difficult problems. okay. يعني دايما ابوه بيساعده في حل المسائل الصعبه. لما نقول بيساعده عايده على احمد، يبقى ضمير المفعول هنا اللي بيجي بعد الفعل هنقول ايه؟ His father always helps him to solve difficult problems. okay. He always says this subject is very important. okay. دايما يقول ان الماده دي مهمه جدا. خلي بالك he always says، هنقول ايه دايما يا شباب؟ This subject is very important. بيكلم أحمد، هذه المادة مهمة جدا، المادة دي مهمة جدا. وزي ما احنا عارفين ان this بتيجي مع القريب المفرد، طب that البعيد المفرد، طب these القريب الجمع. ممتاز. So تمرين كمان مع الكلوز تيست يا شباب. Mr. Ashraf is a hard working teacher. It always helps his students at school. دايما بيساعد طلابه في المدرسة. احنا بنتكلم عن مستر أشرف. لما تيجي تجاوب تفكر في ضمير مناسب لمستر أشرف هتقول إيه؟ الضمير سهل، يبقى الإجابة عندنا He always helps his students at school. He never always sometimes treats us badly. إحنا بنشكر في الراجل، بنقول مدرس مجد. يبقى لما نيجي نجاوب ونقول He never أبدا always دائما sometimes أحيانا بيعاملنا بشكل سيء، ينفع إن أنا أقول always أو sometimes أو never. الإجابة هنا يا شباب أكيد هتقول He never treats us badly، يعني عمره ما بيعملنا بشكل سيء. Once ذات مرة he asked me، سألني Can you see those boys over there؟ هل ترى هؤلاء الناس هناك، هؤلاء الأولاد هناك؟ وطبعا over there تشير إلى أن المكان بعيد. يبقى هنقول يا شباب، هنقول this ولا these ولا those. طبعا الإجابة سهلة، يبقى لازم مع الجمع البعيد هنقول those boys over there. We couldn't wait and watch them quarreling. يعني ما ينفعش ان احنا ننتظر ونشوفهم هما بيتوشوا او بيتعاركوا. تمام؟ يبقى الإجابة هتكون هنا We can't wait. ما نقدرش ننتظر. Okay. So زي ما انتم شايفين يا شباب الكلوز تيست مهم جدا وحله سهل جدا، وبكده هنكون خلصنا حلقتنا النهاردة. أتمنى لكم كل النجاح والتوفيق إن شاء الله. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. يا رب تكونوا استفدتم. زي ما قلت لكم حاولوا تشيروا الحلقة على أوسع نطاق، عاوز كل الطلاب يعرفوا بالحلقة علشان يستفادوا، وزي ما قلنا الدل على الخير كفاعله. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. نختم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمده نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.